في الملف العراقي، حيث قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن بلاده نجحت في إعادة 2.5 مليون نازح إلى مناطقهم السكن عقب طرد تنظيم داعش الإرهابي، لافتا في كلمته خلال مؤتمر طوكيو لإعادة إعمار العراق إلى أن بلاده لا تقاتل من أجل العراق فحسب بل من أجل الإنسانية بحسب قوله. كنا نقاتل ليس فقط من أجل العراق وإنما من أجل الإنسانية، كنا نقاتل أعتى إرهاب دموي وإجرامي في التاريخ الحديث. أننا نتوقع من أشقائنا وأصدقائنا أن يشاركوننا المسؤولية في إعادة بناء ما دمرته الحرب وما سببته من تراجع في البنية التحتية للخدمات الأساسية، وقبل ذلك لابد من المضي بدعم إعادة الاستقرار في المناطق المحررة بل في كل العراق. لقد نجحنا في إعادة أكثر من نصف أعداد النازحين الذين يزيد عددهم عن 5 ملايين نازح.